مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا حذاك صغير قلو يبعد، ولا مش لازم تسمع حتى، خطرت نجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان فهم. الولايات المتحدة الأمريكية، برشا ناس كيف تقول أمريكا تقول التقدم والحضارة، أما في تاريخ أمريكا فما مواقف وأحداث صاروا أقل ما يتقال عليهم إنهم في قمة الحقارة، مواقف اللي صار فيهم أغرب من الخيال. اليوم نحكيه على قضية إعدام علني جاء الظالم، إعدام ماري. ماري اللي تقتلت بكل وحشية في وسط حضور حشد كبير من الناس، كانوا الكلهم يتلذذوا بوجيعتها ويتفرجوا فيها وهي تتألم بكل شماتة وقسوة. اللي باش يدهشكم أكثر أنه ماري من المفروض ما تتحاسبش وما تتعاقبش بالكل، على خطرها ما عندهاش عقل وما عندهاش قدرة على التمييز. ماري لا هي طفلة صغيرة ولا هي شخص مختل عقليا. ماري اللي وقع إعدامها كانت فيلة، ينعم زيلة بكمة كيف ما يقولوا، ورغم هكا حكموا عليها بالإعدام ونفذوا فيها حكم مش عادي. برجوع للتاريخ وتحديدا لفترة العصور الوسطى باش تعرفوا انه اخضاع حيوان المحاكمة مش اول مرة يصير. في مدينة فرنسوية عام 1457 تمت محاكمة أنثى خنزير، كانت متهمة بقتل طفل رضيع. كيف ما تعرفوا في القرى والأرياف الأوروبية الناس يعيشوا مع حيواناتهم الأليفة، وكيف ما تعرفوا زادة الفرنسيس يأكلوا لحم الخنزير بعد ما يربيوه، وفي مرة من المرات خنزيرة كانت مربينها هاجت ورفست بيبي بسقيها وقتلته. العائلة دخلت بعضها، والحادثة هذه ولات حديث الناس الكل ووصلت للمحكمة والقضاء. بالوقت قبضوا على الخنزيرة القاتلة وإلا هتنقولوا المجرمة، وحكموا عليها بالإعدام. كيف ما قتلت الرضيع هي زادة يلزمها تموت وتخلص الفاتورة، مع العلم أنه الخنزيرة اللي نفذوا فيها حكم الإعدام كانت أم لستة صغار كانوا ما زالوا يرضعوا منها. وزعمة المحكمة كانت عادلة، وما عاد مت كان الأم أما صغارها أعطاها العائلة أخرى تتلها بيهم. قمة العدل والإنسانية. فما حكاية أخرى أغرب من مسألة إعدام الحيوانات المذنبة. في بلدان أوروبية أخرى كيف ما هولندا وبلجيكا كانوا بعد ما يعدموا الحيوان المجرم حسب كلامهم هما يوزعوا اللحم متاعو على فقراء المدينة. بالطبيعة كيف ما تعرفوا الأوروبيين والأجانب يأكلوا اللحم الجيفة عادي. عام 1578 في بلجيكا أعدموا بقرة كبيرة وسمينة كل عادة مردت على مولها وتسببت في قتل واحد من عائلته. بعد ما عدموها باعوا طرف من اللحم للززار وعطاوا الفلوس للمتضرر، وباقي اللحم وزعوه على الفقراء. ترانجي وتو حكاية ماري، الفيلة ماري اللي كان إعدامها سابقة فريدة من نوعها، بما إنها أول فيلة في التاريخ يتحكم عليها بالإعدام ويتنفذ فيها الحكم. عام 1916 كان فما سيرك متجول، وماري كانت فيلة مدربة باش تعمل العروض تبهر المتفرجين في السيرك. في نفس العام السيرك كانت عنده سلسلة من العروض في مدينة كينغسبورت في ولاية تينيسي الأمريكية. مولا السيرك حب يعمل دعاية لروحه باش الناس تحضر بأعداد كبيرة ويقصوا أكبر عدد ممكن من التيكيات، وجاته فكرة وهي أنه يعمل أفانغول العرض متاعه في شوارع البلاد، وبالطريقة هذه يشوق الناس لحضور السيرك متاعه. أي سيدي تلمت الطامة والعامة باش تتفرج في مقطع صغير من العرض في الشارع الرئيسي للمدينة. والتر إلدريدج كان موظف جديد في السيرك، مازالوا كيف عينوه
عنده نهار كهوم اللي التحق بالسيرك كمدرب للحيوانات. والتر ركب على الفيلة ماري بما انه كانت فيلة مدربة ومروضة وعندها خبرة في السيرك. والتر كان مطمئن وركب على ظهر الفيلة ماري رغم اللي هو ما عنده حتى علاقة بترويض الفيلة ومش متعود بالركوب عليهم. والتر ركب على ظهر الفيلة وعمره ما كان متوقع الشي اللي باش يصير. أي والتر إلدريدج كان هزز في يده أداة حادة مخصصة لتدريب الفيلة. الأداة هذه يستعملوها في تدريب الفيلة على طاعة الأوامر، والمدربين المحترفين في اختصاص ترويض الفيلة بالطبيعة ما احناش نحكيو على والتر يعرفوا كيفاش يستعملوها ووقتاش وقداش من مرة يقوموا بوخز الفيلة. الفيلة ماري في النهار هذاك ما كانتش في وضع صحي باهي برشا، بالعكس كانت تعاني من تورم جلدي بجنب فمها وجهة خرطومها، وكان مقلقها ومسبب لها وجيعة كبيرة ما يعلم بيها كان ربي. رغم كل شيء ماري كانت تخدم وتتبع في العرض كيف ما يلزم، لكن وهي تمشي شافت قشرة متاع بطيخ طايحة في القاعة، بطلت من العرض ووقفت وبدأت تاكل فيها. والتر حاول يهمزها باش تتحرك. يا أخي شي، ماري كانت مركزة مع قشرة البطيخ وماش مركزة معاها جملة. لهنا والتر اختار انه يدقها بالأداة الحادة اللي في يده، وبما انه ما كانش محترف في تدريب الفيلة وقت اللي همزها ضربها على البلاصة اللي توجعها بالضبط، بحذا فمها وخرطومها. ردة فعل ماري كانت عنيفة جدا، في لقطة سريعة خلت الحضور الكل في ذهول كبير. ماري جبدت والتر بخرطومها وطيحته من فوق ظهرها على القاعة وعفست على راسه بساقها في مشهد مروع. دم والتر تنطر في كل بلاصة وجمجمته اتفجرت. المشهد كان شبيه بواحد من مشاهد أفلام الرعب، لكنه للأسف كان مشهد حقيقي صار على مرأة ومسمع من الناس الكل. فما اللي هرب يجري خايف للفيلة الهايجة ماري تكمل بيه، الفيلة اللي رجعت تاكل في قشرة البطيخ وكأن شيئا لم يكن، وفما اللي ولا يصيح ويطالب بقتل الفيلة المتمردة لدرجة انه كان فما شكون في وسط المجموعة مسلح واطلق الرصاص على الفيلة ماري في محاولة لقتلها لكنه فشل. اي تمت السيطرة على ماري وسط هيجان كبير من الناس اللي هتافاتهم كانت ماشية وتزيد تعلى، والكلهم كانوا يطالبوا بحاجة واحدة برك، قتل الفيلة ماري، قتلها اللي ولا مطلب شعبي. وبما انه الفيلة ضخمة وتوزن اطنان بقات قدامهم حاجة واحدة وهي طريقة القتل. كيفاش باش ينجموا يتخلصوا من الفيلة هذه؟ فما اللي اقترح انهم يقتلوها بالتيار الكهربائي، وفما اللي اقترح اطلاق الرصاص عليها. وهذم للمعلومة مقترحات احن والطف مقارنة بالمقترحات الاخرى برشا حقدوا شر. فما اللي اقترح انهم يربطوا اطراف الفيلة ما بين زوز قطارات ويسحبوها حتى لين تموت. واخر اقتراح وهو اللي اجمعوا عليه الناس الكل، وهو انهم يقوموا بشنق الفيلة. ما كان فما حتى حل قدامه لسيرك كان انه يرضخ ويوافق على الطلب هذا، رغم اللي هو باش يتسبب له في خسارة مادية كبيرة. يا اخي قعد يلوج على طريقة تخليه ما يحلش في تكاليف اعدام الفيلة ماري، واقترح انه الاعدام يكون علني وبحضور الناس الكل، وانهم يشاركوا في دفع معلوم كراء رافعة كبيرة يربطوا فيها الفيلة بسلسلة خشينة ويشنقوها ويرتاحوا منها للأبد. نهار اعدام الفيلة ماري كان نهار اعدام للإنسانية وتقلبت المفاهيم، ومن اللي كان إنسان يعدم في حيوان ولا حيوان يعدم في حيوان ونقصت حيوان بالمعنى اللاإنساني. الفيلة ماري ما كانت فاهمة حتى شيء، كانوا هزينها للمنصة وكانت تشوف في جمهور كبير ملموم بها، لكن المرة هذه المنصة اللي باش تطلع عليها ما هيش منصة العرض، هي منصة الإعدام، والجمهور اللي جاي ما هوش جاي باش يتفرج في عرضها المزيان. المرة هذه العرض كان من نوع آخر، وهتافات الجمهور الحاضر ما هيش نفسها الهتافات اللي تعودت بها في عروض السيرك،
الرافعة الكبيرة اللي كانت تهز أطنان كانت موجودة في الساحة. الرجال تلموا بماري وربطوا لها ساقها بسلسلة حديد كبيرة على الأرض باش ما تفرعش بسقيها، ولفوا على رقبتها حبل وبداوا يجبدوا فيها الفوق باش يشنقوها بالرافعة. الرافعة بدأت تجبد في ماري، ومن الغبام تاعهم انساوا ما نحاوش السلسة من سقيها. الرافعة تجبد الفوق والسلسة تشد اللوطة وماري تصيح، حتى لين الناس الكل سمعوا صوت تقرقيعة كبيرة. ساقها تجبدت حتى لين تكسرت. كملوا يجبدوا فيها ويطلعوا فيها بالرافعة، لكن وزنها ثقيل وساقها المربوطة في القاعة بسلسلة خلاو الحبل متاع الرافعة يتقطع، وماري تاكل لطخة كبيرة على القاعة وساقها تتجرح والحوض متاعها يتكسر. ماري كانت تئن وتتوجع، ورغم هذا الكل حتى شي مش فعلها قدام القسوة الكبيرة متاع بني البشر. بالعكس عاودوا العملية من جديد، والمرة هذه اختاروا سلسلة وإلا حبل أخشن باش يضمنوا إنه المرة هذه ما يتقطعش. اتشنقت ماري وصوتها وهي قاعدة تتخنق سمعوه الحاضرين الكل، وكانوا فرحانين ومتمتعين بالمشهد هذا، مشهد الثأر من مجرد حيوان ما عنده حتى علاقة بالفهم والإدراك للجريمة اللي عملها. وفي المقابل الحاضرين كانوا في كامل مداركهم العقلية. ماري قعدت مشنوقة ومعلقة لمدة نصف ساعة، حتى لين جاء طبيب بيطري وأعلن وفاتها. ماتت ماري وخلت وراها حكاية يستحيل ينساها التاريخ، خلت وراها وصمة عار تذكر الناس الكل بشاعة التاريخ. برشا ناس صدعوا آذان بدفاعهم عن حقوق الإنسان والحيوان ونساو اللي تاريخهم بكل دم وبكل ظلم مش عادي. مش عادي تسمعوها الماضي ساعتين ونص والعشرة متاع الليل على ديوان FM.